نكمل مع بعض بارت 2 من ليكتشر نمبر 4 على الدبل انتجرال. احنا كنا وقفنا فين؟ احنا خلصنا الديفينيشن بتاع الدبل انتجرال وفهمنا منه ان احنا بنكمل تكاملين، بيبقى عندي زي سكوير صغير دي اكس دي واي وبضربه في الزد اللي هي اف اوف اكس واي، فكاني بجيب كيوبويد وبجمع الكيوبويد دول جنب بعض عشان اجيب الفوليوم اللي تحت السطح اللي مدهوني بالزد. وقلنا اول حاله وابسط حاله ان الاريا اللي انا هكمل عليها هتبقى ريكتانجلر، الاكس والواي عباره عن قيم ثابته بتتحرك على خط مستقيم. تعالوا نشوف الكيس الثانيه اللي هي الجنرال ريجن او المساحه مش مستقيمات، لا ممكن تبقى منحنيات ليها شكل بيتغير كل مره عند قيم مختلفه للاكس او الواي. طيب كيس 2 اللي هي جنرال ريجن، الدبل انتجرال هو هو وعندي الاريا اللي انا هكمل عليها زي ما اتفقنا هي عبارة عن سكوير صغير كده دي اكس دي واي ودي الاف اوف اكس واي، ده اللي في متغيرين اكس واي. طيب ايه الاختلاف ما بين ده واللي فات؟ زي ما انت شايف قدامك ادي السطح بتاعنا اللي هو اف زد اف اوف اكس واي. الحقيقة ان الريجن اللي احنا هنكمل عليها هي اسمها المرة دي كابيتال دي، هي مش ريكتانجلر ريجن، يعني الاكس والواي بيتحركوا على منحنى زي ما انت شايف. طيب ايه الاختلاف ما بين ده واللي فات؟ لو جينا بصينا على اللي فات كان عندي ريكتانجل ريجن بالمنظر ده قيم ثابته، الاكس والواي كانوا A و B و C و D. طب لو انا كملت على كل ده الحقيقه هتبقى الفانكشن في بقيه الحتت دول بصفر، كل الحتت هنا الاف فيها بزيرو، فملوش معنى ان انا كامل الاف في بقيه المناطق، انا كاني بحسب تكامل تاني، يبقى انا محتاج احسب المساحه دي هي دي اللي انا هعمل عليها التكامل فقط. طب عشان اعمل التكامل على المنطقه دي بس تعال نشوف الحالات المختلفه اللي نقابلها. عندنا تو تايبس من الريجنز الجنرال،
هنشوف example evaluate الانتجريشن ده مديني f of x و y وقال لي ان دي the region bounded اللي انا هكمل عليها bounded by the parabolas y equal to x square و y equal to 1 plus x square. طيب دول كده اول حاجة عرفتها ان الريجن بتاعتي مش ريكتانجل، الاكس والواي مش كونستنس بتحرك ما بينهم، لا انا عندي تو كيرفز. يبقى اول خطوة في الحل ان انا لازم ابقى عارفة شكل الريجن دي عامل ازاي او هرسمها ازاي، فببتدي احل الكيرفز دول مع بعض، اقطعهم مع بعض. طبعا y equal y equal يبقى ممكن اساوي الاثنين ببعض، وادي ال x الناحية التانية بالنيجاتيف يبقى x square 2x square minus x square هتبقى x square يبقى x equal to plus or minus 1 square root للكلام ده اللي هو plus or minus 1. اقدر اجيب ال y بالمرة عشان اعرف هقطع فين، لو عوضنا في اول واحد ده 2 ال x هتبقى باتنين، ال y هتبقى باتنين في الحالتين، يبقى النقطتين بتوعي اللي هما التقاطع 1 و2 ونيجاتيف 1 و2. طيب كده انا جاهز ان انا ارسم او اعمل الخطوة التانية ان انا ارسم الدي. طب عشان ارسم الدي انا محتاج الاكس واي بلين اهو، خلي بالك بأكد عليك انا مش برسم الزد، امال انا برسم مين؟ برسم الاتنين دول اللي انا علمت عليهم. واي ايكوال تو اكس سكوير ده بارابولا السنتر بتاعه زيرو لان مفيش اي كونستنتس وهيوازي الواي، يبقى هو حاجه عامله كده. طيب محتاج نقطه كمان فيه اللي هي مثلا 1 عند الاكس ب 1 واي هتبقى ب 2، دي نقطه اصلا عند نيجاتيف 1 وهيساوي 2، يبقى ده كده اول منحنى عندنا. طيب تاني واحد واي equal to 1 plus x square، ادي المنحنى الاولاني بكتبه على الكيرف، وهفكرك برضو تعالى كده نكتب التو كيرفز بتوعنا فوق y over 2 equal x square، ده على صورة 4ay بيساوي x square، ده صورة البارابولا للسنتر بتاعه عند origin وبيوازي اللي مش square يعني بيوازي ال y يعني بيوازي ال y axis، وده اللي احنا عملناه هنا. طيب الكيرف التاني هعمله بلون تاني، الكيرف التاني هو y minus 1 equal x square، ايه الفرق؟ بارابولا برضو بس المرة دي السنتر بتاعه عند 0 و 1 يبقى هنا، والمرة دي برضو ال a بتاعته بربع يعني المفتوح شوية البقرة بتاعته قريبة منه، فيبقى عامل كده، هو اصلا بيقاطع الكيرف التاني عند النقطتين دول، يبقى دي نقطة التقاطع 1 و 2 وناقص 1 و2، يبقى ادي الاريا بتاعتنا. جبتها ازاي؟ الاول جبت نقط التقاطع، بعدين رسمت البارابولز اللي انا اوريدي كنت عارف بيترسموا ازاي من math 1. طبعا رجعنا مع بعض كده احنا بنفتكر واحده واحده، عندي صوره جنرال اللي هي 4ay equal x square ودي اللي رسمت بيها، و حددت المنطقة المقفولة بالتو كيرفز دول. طيب دلوقتي بسأل نفسي سؤال مهم قوي، انا دلوقتي في الخطوة الثالثة محتاج ان انا احط التكامل، لو كانت الاكس والواي بيتحركوا في ريكتانجل كنت هحط التكامل، مش هتفرق احط دي واي دي اكس او دي اكس دي واي، هي هي. المرة دي انا عندي جنرال ريجن فمش من حقي ان انا احط دي واي دي اكس او دي اكس دي واي، يعني هتختلف هيبقى في واحدة اسهل من واحدة. طيب انه اللي هتنفع في حالتي دي؟ بسأل نفسي سؤال، اولا بشد خط رفيع قوي كده vertical وبقول دي واي واحد اللي هي هتقطع المساحة بتاعتي اللي انا هكامل عليها من تحت، وبسمي اللي هتقطع من فوق واي اتنين. بسأل نفسي سؤال، هل واي واحد فضلت ماشية في المنطقة هي هي ما اتغيرتش طول المنطقة بتاعتي؟ لا، هي اتحركت هنا طول الوقت، انا بتحرك على الكيرف y equal to 2 x square، يبقى فعلا y1 ما اتغيرتش. طب بالنسبة ل y2، طول الوقت y2 اتحركت على الكيرف الأزرق اللي هو y equal to x square plus 1، يبقى حدود ال y اللي هي y1 و y2 ابتدت من y1 القصيرة اللي هي اللي تحت اللي هي 2 x square،
وانتهت عند x square plus 1. طبعا ال f of x بتاعتي دي اللي مدياني في راس السؤال، وانا هكامل الاول بالنسبة لدي y. ليه؟ لان دي شريحة رأسية، وده اللي انا اكتشفته من المنطقة اللي انا بكامل عليها، وبعد كده هكامل بالنسبة للاكس. طب الاكس هتتحرك من فين لفين؟ عشان الشريحة السوداء دي تغطي كل المنطقة، كل المنطقة دي يعني كأنها اتحركت في كل ده، اتحركت من اصغر قيمة للاكس، اصغر قيمة للاكس في المنطقة دي هي نيجاتيف 1، يبقى دي كده اكس 1، وفضلت ماشية الشريحة الرأسية ماشية لغاية ما وصلت لغاية اخر قيمة للاكس اللي هي عند اكس بواحد اللي هي اكس 2. جبت النقطتين دول منين؟ دي نقط التقاطع اللي ما بين التو بارابولز. يبقى انا كده جبت شريحة، عملتها تاني بالابيض اهو، رأسية، يبقى انا هكامل دي واي باي دي اكس، يبقى انا هكامل بالنسبة للواي الاول. هنكمل بالنسبة للواي، يعني الاكس ثابت يبقى احط جنبها واي، بزود الباور واحد وبقسم على الباور دي واي سكوير على الاتنين، تروح مع الاتنين. فاضلي ان انا اعوض بالحدود بتاعة الواي، المرة دي الحدود بقيم للاكس، وهي فاضلي التكامل التاني اللي هو من نيجاتيف 1 ل 1. طب هنكمل في السلايد اللي بعدها، ده التكامل اللي احنا كنا وصلنا له. طيب الخطوة الجاية ان انا بعوض، هشيل كل x واحط مكانه 1 بلس، هشيل كل y واحط مكانه 1 بلس x سكوير في الترمين، وبعدين هطرح منهم عند y واحد اللي هي 2x سكوير، يبقى 2x كيوب و نيجاتيف برضه 2x سكوير سكوير، يعني 4x باور 4. كده بقيت مسألة تكامل عادية خالص، هكملها بالنسبة للx. قبل ما تكامل ممكن تجمع الترمات عشان لو في اي ترم هيتكنسل مع اللي بعد مع ترم تاني دي سكوير. طيب تعالى نفك الكلام ده، ده هيبقى x to the power 4 2x سكوير plus 1. ممكن بقى اجمع الترمات دي واشوف ايه اللي ممكن يتكنسل قبل ما كامل. عندنا اول حاجة x to the power 4 minus 4x to the power 4، يبقى دي negative 3x to the power 4، وهكذا بقى اجمع x cube minus 2x cube يبقى negative x cube، بعدين 2x square، بعدين x واحدة بس plus 1. كل ده لسه ما كملتش بالنسبة لل x، احط العلامة عشان ما انساش. طبعا مفيش مشكلة في التكامل ده، ليه؟ لأن ده polynomial. كل اللي هعمله عشان أكامل ال x بزود الباور وبقسم على الباور الجديد، والترمات دي هكملها من negative 1 ل 1. عشان أكامل هنا أي ترم even هيبقى هو هو نفس الترم ده. ليه؟ لان ال 1 وال negative 1 لما يبقى الباور ايفن هيبقوا زي بعض بس بيطرحوا من بعض، يبقى في ترمات الايفن هتتكنسل مع بعض في التعويض، فاضل لي الترمات الاود، هعوض مره بالواحد ومره بال negative 1، يعني كاني بضرب الكلام ده في اتنين. احسب كل واحده من دول وجمعهم، انا جمعتهم تقريبا دي هتبقى negative 6 over 5، هتضرب كانك بتضرب في اتنين، دي 4 over 3 ودي plus 2. هنجمع الترمات دي هتطلع لنا 32 over 15. طيب ده شكل التكامل، ده بيمثل لي ايه؟ ده بيمثل لي الفوليوم اللي بيتحرك في المساحة اللي هي التقاطع التو بارابلز دول ومع السطح اللي هو رسمهولي في المسألة. يبقى زي ما شفنا المسألة المرة دي كانت شريحة رأسية، ودي تايب 1 في جنرال ريزن. تعال نشوف تايب 2. تايب 2 عاملة ازاي؟ تايب 2 زي ما انت شايف كمثال الرسم اللي قدامنا، المرة دي الوايات ثابتة بتتحرك ثوابت من سي لغاية دي، لكن الاكس هي اللي بتتحرك على منحنى، الاكس مش ثابتة في المنطقة بتاعتي. شكل التكامل هيبقى عامل ازاي؟ المرة دي انا بكامل بالنسبة للاكس الاول. ليه؟ بنفس الفكرة، انا هيبقى عندي شريحة هوريزونتال، اكس واحد
ثابته على منحنى معين واكس 2 ثابته على منحنى معين، والشريحه دي عشان تمسح لي المساحه دي عشان تتحرك فيها كلها يبقى هتبتدي من اول واي بيساوي سي لغايه واي بيساوي دي. يبقى ايه اللي هيختلف؟ هي الحدود بتاعه الاكس هتبقى فانكشن في الواي، فانا بشيل الاكس واجيبها بدلاله الواي. ليه؟ لان انا لسه هكمل بالنسبه للواي. طيب شكل المنطقه يعني هتبان لي ازاي في المساله؟ المنطقه اللي انا هاجي ارسمها هلاقي ان الوايات فيها بتتحرك ما بين ثابتين، لكن الاكس بتتحرك ما بين منحنيين H1 و H2 زي ما واضح في الرسم. ادي مثال رسمة تانية كده، الشريحة هوريزونتال، ومثال رسمة تانية عندي برضو الواي من السي للدي، ولو جينا شدينا هوريزونتال ريكتانجل شريحة افقية من X1 لX2 الاقي ان طول الوقت X1 ثابتة بتتحرك على المنحنى ده اللي هو H1، وX2 طول الوقت ثابتة بتتحرك على المنحنى ده اللي هو H2. افرض انا جربت اخد شريحة رأسية، يعني هعمل حاجة كده، هسأل نفسي سؤال، هل Y1 و Y2 دايما في المنطقة اللي اسمها دي عشان اغطيها كلها ثابتين؟ الاقي ان Y2 دايما ثابتة في المنطقة دي بدي، لكن Y1 لغاية حتة معينة لغاية المنطقة دي، Y1 بتتحرك على المنحنى اللي هو H2 ده، X بيساوي H2Y، لكن بعد كده Y1 في المنطقة دي اختلفت، Y1 في المنطقة دي اختلفت، يبقى Y2 ثابتة وكل حاجة بس Y1 اختلفت. مادام Y1 اختلفت من منطقة لمنطقة يبقى أنا لازم هقسم التكامل لتكاملين، وكده هيبقى صعب. يبقى أنا بلجأ للشريحة الأفقية علشان ما اضطرش أقسم التكامل لما بيبقى المساحة بتاعتي اللي أنا هكامل عليها بتتحرك ما بين X1 وX2 ثابتين طول المساحة. طيب شكل التكامل زي ما اتفقنا هيبقى dx dy، وهكامل بالنسبة للإكس الأول على منحنيين بدلالة الواي. يبقى هتبقى شبه المسألة اللي فاتت بالظبط، بس الفرق إن أنا هكامل بالنسبة للإكس الأول، شريحة horizontal horizontal rectangle. تعالى نشوف مثال evaluate x y dA. مش هيفرق معايا شكل الزد في اي حاجة. D is the region bounded by the line y equal to x minus 1 والبارابولا y square equal to 2x plus 6. انا دلوقتي مش عارف هي انه تايب. اول خطوة ثابتة في كل المسائل، بحدد المنطقة اللي بتتحرك فيها بيتحرك فيها التكامل بتاعي، او بيتحرك فيها السطح بتاعي اللي انا عايز احسب له التكامل. طب المنطقة دي هحددها ازاي؟ ان انا هقاطع المنحنيين ببعض، y بيساوي x minus 1. ادي يبقى اول خطوة هحل، احنا ممكن ناخد y ونحطها هنا، هنشيل كل y ونحط مكانها x minus 1. يبقى كده جبت equation فيها x بس، افك الكلام ده x minus 1 واجيب بقية الترمات دي اشوف ال value بتاعت ال x اللي بتحقق الكلام ده. عندي x square minus 4x minus 5. طيب ده نقدر نحلله ل 2 brackets، عندك x عندك 5 و 1 هتتحل تبقى negative 5 plus 1، يبقى x equal negative 1 و x equal 5. دول النقطتين اللي هما بيتقطعوا فيهم، واقدر اجيب الواي بتاعتهم ان انا اعوض في اي واحد. خلينا نعوض في i ده، لما اعوض في i هطرح واحد، يبقى هتبقى negative 2 و 4. يبقى انا عندي نقطتين جبتهم، اقدر دلوقتي اعمل الخطوة 2 ان انا ارسم الاريا. طب عشان ارسم الاريا هجيب الاكس واي بلين زي ما اتفقنا، مهم قوي الموضوع ده. انا مش برسم ده عشان في ناس لغايه الامتحان بيبقوا فاكرين ان انا المفروض ارسم الزد، لا انا برسم الاريا اللي هي متحدده بالمنحنيات اي ودبل اي. طيب عايز ارسم الاريا دي هعمل ايه؟ حددنا النقط التقاطع، اول نقطتين بحطهم يبقى نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2، ادي نقطه، والنقطة الثانية 4 و5 أو 5 و4.
طيب انا دلوقتي عارف النقطتين دول على المنحنى بتاعي، خلينا نرسم كل كيرف منهم. عندي خط مستقيم y equal to x minus 1، النقطتين دول على الخط ده x minus 1 يعني عند الx بزيرو ال y negative 1 اللي هي النقطة دي. اقدر احط الثلاث نقط دول، يبقى ده كده y equal to x minus 1، ده الخط المستقيم. طيب الكيرف y square equal to x، ده الكيرف ده هاخد ال two common factor، ده بارابولا السنتر بتاعه عند negative 3 وزيرو. فعندي حاجة كده ممكن أعملها بلون تاني، كيرف الكيرف دوت بيمر برضو بنقطتين التقاطع، لازم هيمر بالنقطة دي والنقطة دي، يبقى دي معلومة أنا عارفها. أدي شكل الكيرف، طبعا هو parallel للي مش سكوير، يبقى هو parallel لل x axis، بس هي دي المعلومة اللي أنا كنت محتاجها. والسنتر بتاعه زيرو نيجاتيف 3 وزيرو سوري. يكفي قوي ان انا اعرف السنتر وبيبارلل لانه اكسس. دي المساحة اللي انا هكمل عليها. لو جينا فكرنا بالتفكير السيستماتيك، هشد كده خط فيرتيكال واقول y1 y2. y1 بتتحرك دايما على الخط المستقيم ده لغاية النقطة دي، يبقى الاقي ان هنا لو اخدت شريحة تانية فيرتيكال يبقى في y1 تانية مش الخط المستقيم. تاني لو اخدت vertical rectangle يعني اخدت شريحة رأسية، يعني هكامل دي y y دي x دي y الاول، يبقى هلاقي ان ال y1 بتتحرك على الخط المستقيم لغاية نقطة معينة، وبعد كده y1 بتتحرك على الكيرف. يبقى انا كده كأن عندي two integrals، يبقى y1 دي قصدي y1 و y2 او dy dx مش هتنفع، يبقى امسح الكلام ده. امال ايه اللي هينفع معايا؟ اللي هينفع معايا ان انا اجرب الشريحة الافقية، يبقى هشد خط هوريزونتال. شد خط هوريزونتال في اي حتة، على فكرة لما بتشد خط هوريزونتال او فيرتيكال في اي حتة راندم كده، خط هوريزونتال اللي ناحية الشمال هو x1 بيبتدي من x الصغيرة وينتهي عند x الكبيرة. اوكي، ده شكل ال horizontal rectangle، هيبقى بالمنظر ده. طيب أسأل نفسي سؤال، هل طول ما أنا ماشي x1 بتتحرك؟ طول ما أنا ماشي x1 بتتحرك على المنحنى الأزرق ده، ما تغيرتش طول الوقت، x1 بتتحرك على المنحنى الأزرق اللي هو مين؟ اللي هو y square equal to x في x plus 3. طيب طول ما انا ماشي x2 بتتحرك على ايه؟ x2 بتتحرك على الكيرف الاحمر ده، والحقيقة مش كيرف هو خط مستقيم اللي هو y equal to x minus 1. يبقى انا دلوقتي لقيت ان المساحة بتاعتي اللي انا عايزة امسحها اقدر امشي بشريحة افقية، والشريحة الافقية دي لو اتحركت بيها من اصغر قيمة خالص للواي اللي هي y بتساوي negative 2 لأكبر قيمة خالص لل y اللي هي y بتساوي 5 4، أقدر أمسح الشريحة كلها، أقدر أمسح المساحة كلها. طيب مادام رسمت الرسمة أقدر دلوقتي أحط التكامل بتاعي، واتفقنا إن الشريحة أفقية، يبقى أنا هكامل بالنسبة لل x الأول من x1 ل x2. اكس واحد على حسب الرسمة اللي هي كانت الكيرف بتاعنا اللي هو واي سكوير ماينس 6 اوفر 2، و اكس اتنين اللي هي الخط المستقيم اللي هي 1 بلس واي او واي بلس 1. طيب واي 1 وواي 2 زي ما قلنا في الرسمة من نيجاتيف 2 في السلايد اللي فاتت لفور، ممكن ترجع لها في الفيديو. طيب تعالى بقى نبتدي نكامل. هنكامل التكامل الاولاني بالنسبة للاكس، يعني الواي كونستنت اكس سكوير على الاتنين. كده انا كملت، فاضلي اعوض بالحدود. طبعا الاي كونستنت نقدر نطلعه بره، ما كملتش التكامل التاني يبقى لسه هحطه في المسألة. اقدر
احط الكونستنت بره اللي هو النص، واعوض الاكس سكوير مره واي بلس 1، واطرح منها قيمه الاكس الثانيه، وكل ده لسه هكمله بقيم الواي. خد بالك وانت جاي تعوض، لان المره دي المسائل بتكبر والتعويض هيفرق معاك في التكامل التاني، لو عوضت غلط المسألة كلها هتبقى غلط. وخلي بالك انت بتعوض بقيم في الاخر، فانت بتقارن الرقم دوت بالاختيارات اللي هتجيلك في المسألة، فلو عوضت غلط هتبقى المسألة كلها غلط. طيب تعالى نعوض واحدة واحدة، دي هتبقى واي سكوير وبضرب في واي، واي كيوب 2 واي سكوير بلس واي، ده كده الترمات الاولانية، وده الترم ده سكوير وبضرب في واي برضو، فهتبقى y to the power 4، y to the power 5 على 4، negative negative يبقى positive، negative بره، 6 y كيوب، وآخر حاجة 36 من negative على 2 18 y. طيب كده أنا جبت الترمات كلها، فاضل لنا إن احنا نكامل. قبل ما نكامل أي ترم نجمعه على بعضه، يعني عندك y كيوب بلس 6 بلس 6 واي كيوب يبقى 7 واي كيوب، وبنعوض بنكامل يبقى 7 to the power 4 over 4. وبعد كده واي سكوير، مفيش واي سكوير، اه ده كمان في واي to the power 5 يبقى نيجاتيف واي to the power 6 over 24، وواي سكوير مفيش واي سكوير تاني، 2 واي كيوب على 3، و ترم ال y negative 17 y سكوير على 2، وعندنا نص بره من negative 2 ل 4. هنعوض بالكالكوليتر بقيم ال y المختلفة، مرة ال y ب 4 وهطرح منها عند negative 2، هيطلع لنا التوتال ب 36 نتيجة التعويض، وطبعا بنضرب في هاف في الآخر. طيب ايه الحل الأخراني ده بعد ما عوضنا؟ ده كده الفوليوم اللي محكوم بالاريا اللي تحت اللي هي كانت ما بين البارابولا والخط المستقيم والسطح اللي اسمه اكس واي. خلي بالك الخطوات ثابته زي ما قلنا. هنشوف مثال كمان مختلف شويه، ليه؟ لانه تعال نشوف مع بعض راس السؤال عامل ازاي. Find the volume of the tetrahedron bounded by the planes. طيب ده اول نوع من المسائل نشوفه بالمنظر ده، انه مش مديني الانتجريشن وطالب مني ان انا اجيب فوليوم، بس انا عارف من الاول، من اول خالص واحنا جايين نقول الدبل انتجرال. الدبل انتجرال هو انا بجمع كيوبويدز اف اوف اكس واي مضروبه في دي اي، يعني انا بجمع مجموعه من الشرايح اللي هي سمك، فانا بجمع فوليوم. وزي ما قلنا زي ما انا كنت بقول ان التكامل بتاع السنجل فاريبل دي مساحه تحت المنحنى، انا هنا بقول ان ده الحجم اللي تحت السطح بتاعي. فلما يقولي find the volume يبقى انا اكيد عندي تكامل دبل انتجرال. طيب انا محتاج انا اللي هحدد الدبل انتجرال ده شكله عامل ازاي. طب عشان احدد الدبل انتجرال، الدبل انتجرال بيبقى عامل كده f of x و y dA، وعندي area انا عايز اجيب دي، والمره دي اللي زاد عليا ان انا عايز اجيب الاف دي. مين الاف دي؟ اللي هي الزد بتاعتي، اللي هي لو انا عندي كيوبويد بالمنظر ده. ما خلي بالك ايه هو الحجم، هو تجميع كل الكيوبويدز دول. عندي حاجة اسمها زد وعندي دي ايه تحت. كنت قبل كده في المسائل اللي فاتت انا محتاجة اجيب الاريا بس، لان الزد كانت بتبقى واضحة في راس السؤال. المرة دي الزد مش واضحة، فاول خطوة عشان تجيب الزد وتعرف تجيب الاريا انت محتاج ترسم رسمة واضحة وكبيرة 3D. يعني ايه 3D؟ يعني اكس والواي والزد. حطينا الاكس والواي والزد، عايزين نرسم الحاجات اللي قدامنا دي. ابتدي احط المنحنيات اللي معايا. عندي ادي بلينز، مستوى x plus 2y plus z equal 2، عشان اقدر ارسم المستوى ده برسم التقاطع مع الاكسيز. يبقى عندي الواي بزيرو والزد بزيرو، الاكس هتساوي 2، يبقى بشوف التقاطع مع المحاور الرئيسية. مع الاكس اكسز الزد بزيرو والواي بزيرو طلعت باتنين. ممكن نكبرها شوية عشان تبقى أوضح. ادي اتنين اهي، و
عند الاكس بزيرو والواي بزيرو، الزد باتنين برضو. وعند الاكس والزد الواي بواحد، اللي هي 2y بيساوي 2 يعني الواي بواحد. طيب ده شكل المستوى. بعد ما حددنا هو بيقطع المحاور في ايه، ده بلين كده مايل زي ما انت شايف، يبقى ده اول مستوى قفل معايا. طيب في مستوى تاني x equal to 2y، وعندي x equal 0. مين ال x equal 0؟ x equal 0 اللي هو ال y z plane اللي هو x equal 0 هنا ده. طب ده هيقطع او هيقفل على المستوى من الناحية دي كده، بسمه لك بلون تاني زي ما انا عاملاه. وقال لي كمان ال z equal 0، ال z equal 0 اللي هو ال x y plane اللي هو هيقفل من تحت هنا. يبقى انا كأني عندي مستوى من فوق مايل، من ورا مقفول بالموف، من تحت مقفول بالاخضر، فاضل لي بالجنب ده، مقليش بقى y equal 0 يعني هو مش في الربع الاولاني، مش تقاطع البلين ده مع الربع الاول، لا اداني مستوى تاني. تعالى نرسمه مع بعض، ارسمه بلون ازرق. x equal to 2y، برسم ده ازاي؟ الحقيقة خدها قاعدة كده، ان لما يبقى ال x وال y وال z في السطح اللي انا برسمه درجة اولى، يبقى ده بلين، يبقى ده مستوى برضو. والحقيقة قال لي ان هما كلهم بلينز، بس لو ما كانش قال لي انا عارف ان ده بلين. ليه؟ عشان ال x وال y power 1. دي اول معلومة. تاني معلومة، ال z absent، ال z مش موجود، ال z absent، يبقى ده هيوازي ال z axis زي السيلندريكال سيرفيس بالظبط، زي السطوح الاسطوانيه بيوازي اللي مش موجود، يبقى ده مستوى وهيوازي الزد اكسس. طيب بنرسمه ازاي؟ بنرسمه الاول في الاكس واي بلين. اكس بيساوي 2 واي، ده خط بيمر بالاوريجين، بجيب نقطتين عليه، بيمر بالاوريجين والنقطه الثانيه بيمر عند الاكس بزيرو والواي بزيرو، ادي نقطه. والنقطه الثانيه مثلا عند الاكس بواحد الواي بنص، او عند الاكس باتنين الواي بواحد، نقطة سهلة عند الاكس باتنين الواي بواحد، يبقى اتنين اهي، اتنين اهي وواحد، ادي النقطة التانية. ده شكل المستوى، اوصل ده شكل كده الخط او تقاطع مع في الاكس واي بلين. طب هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى بيمر بالاكس اكسس او موازي ليها، ما هو بموازي لي او بيمر بيه، يعني ايه؟ يعني مش بيقطعه في حتة، فهو عامل كده، ادي بلين اهو، ده البلين، يعني كأنه قطع المثلث بتاعنا ده في حتة كده. يبقى احنا بقى عندنا دلوقتي triangular pyramid او tetrahedron زي ما احنا قلنا، زي ما هو قال لنا في راس السؤال. ايه التتراهيدرون؟ ادي الجنب اللي من ورا x equal 0، وادي القاعدة بتاعته z equal 0، والسقف اللي فوق هعمله تاني بالاحمر، السقف اللي فوق دوت اللي هو كان التعريف بتاعه البلين اللي هو z او x plus 2y بلس زد ايكوال زيرو. واخر حاجة خالص اللي بالاسود ده اللي هو الجنب البلين اكس ايكوال تو واي. احنا كده عرفنا كل التعريف بتاع كل السطوح اللي قافلة على الترينجلر بيراميد ده. طيب فاضل لنا نعمل التكامل. عشان نجيب التكامل انا محتاج حاجتين، برسم كده خط فيرتيكال، هرسمه لك بلون مختلف بالأورنج، خط فيرتيكال كده، بشوف ارتفاع الشريحة بتاعتي قد ايه، يعني هو بيبتدي
الشريحة بتاعتي الزد دي، أول زد فين وآخر زد فين؟ الزد بتاعتي اللي هي ال f of x و y، الزد دي اللي هي موجودة على الكيوبويد ده هي دي الزد، أنا بدايتها اسمها زد 1 ونهايتها اسمها زد 2، هما دول اللي أنا هحطهم جوه التكامل. الزد 1 زي ما انت شايف بتبتدي من أول زد equal 0 وباينة من الرسمة، من أول البلين الأخضر ده، المستوى الأخضر، القاعدة بتاعت ال triangular pyramid عند زد equal 0. طيب بتنتهي فين؟ بتنتهي في السقف، عند السقف الأحمر اللي هو المستوى اللي أنا هعلم عليه برضو. دي زد 2، يبقى كده زد 1 ودي زد 2. يعني ايه زد 1 وزد 2؟ اللي هو ارتفاع الشريحة. طيب ده هيبقى فين في التكامل؟ ده هيبقى الارتفاع بتاع الكيوبويد اللي هو الاف بتاعتي. يبقى انا لو عايز احط التكامل ممكن احطه لك في سلايد تانية، هبتدي من زد 2 اللي هي الكبيرة ناقص الصغيرة، ابقى جبت الارتفاع بتاع الكيوبويد بتاعي. طب الحدود بتاعت التكامل اللي هي دي ايه؟ يبقى ده شكل التكامل لما احط زد 1 وزد 2، ده كده انا عايز اجيب الفوليوم ولسه الاريا ما حسبتهاش. زد 2 ماينس زد 1 زي ما اتفقنا، زد 1 اللي هو 0 وزد 2 اللي جبتها من المستوى. طب زد 2 المستوى دي هجيبها ازاي؟ هشوف معادلة المستوى واجيب الزد في ناحية. ادي معادلة المستوى موجودة فوق اهي، يبقى زد equal to 2 ماينس، اجيب الاكس والواي الناحية التانية، يبقى هي دي زد 2، يبقى اقدر اعوض بيهم هما الاثنين، وابقى انا كده جهزت المسألة زي المسائل اللي فاتوا. طبعا انا مش عارف الدي اي تي هخليها دي اكس دي واي ولا دي واي باي دي اكس، محتاج اشوف المساحة اللي انا هتحرك فيها. ادي شكل ال 3 دي اللي احنا كنا راسمينه. طبعا انت عندك في المسألة هيبقوا الاثنين في نفس المكان زي ما اتفقنا، هو زي بيراميد كده، القاعدة بتاعته مثلثة. اوكي تعالى نشوف الكلام دوت في الاكس واي بلين، او تقاطعه مع الاكس واي بلين، او المساحه اللي انا هتحرك فيها شكلها عامل ازاي. انا عارف ان في مستوى اسمه اكس ايكوال تو واي، وده طبعا بيقطع الاكس واي بلين في خط مستقيم. ما دام الزد مش موجوده يبقى المعادله دي هي نفس المعادله اللي هتترسم اللي هيقطع بيها الاكس واي بلين، يبقى هي دي الميزه بقى، زي السطح الاسطواني بالظبط. السطح الاسطواني المعادله بتاعته هو التقاطع مع الاكس واي بلين. السطح الاسطواني اللي هو مثلا سلندر، سلندر اكس سكوير بلس واي سكوير بيساوي 3، يبقى ده معناه انه هيقطع الاكس واي بلين في دايره نص القطر بتاعها جذر 3. طيب الخط المستقيم ده اللي هو الزد مش موجوده فيه هيقطع الاكس واي بلين في الخط ده اللي هو اكس بيساوي 2 واي. طب الخط ده بيمر بنقطه الاصل وبيمر بنقطه تانيه، نقطه تانيه هي مثلا عند الاكس ب2، الواي هتساوي 1، يبقى ادي المعادلة واي بيساوي اكس على 2. ادي الخط الاولاني. طب الخط التاني مين الخط التاني؟ الخط التاني هو اللي هيظهر اللي هو الخط اللي انا هعلم عليه دلوقتي ده، اللي هو نتيجة تقاطع المستوى ده. طيب عشان اشوف الخط دوت وارسمه محتاج ان انا اجيب تقاطع المستوى ده مع الاكس واي بلين. يعني ايه تقاطع مع الاكس واي بلين؟ يعني عند الزد بيساوي 0، يبقى at z equal 0 ايه اللي هيحصل في المستوى ده؟ كأن الزد اختفت، ف x 2 minus x minus 2 y بيساوي 0. ده عبارة عن خط مستقيم تاني انا ارسمه دلوقتي اللي هو x plus 2 y بيساوي 2. طب ازاي ارسم الخط ده؟ اعوض عند x بصفر الواي هيساوي 1، يبقى 0 و 1 ادي نقطة، عند الواي بصفر الاكس هتساوي 2. ادي الخط المستقيم اللي هو نتيجة تقاطع المستوى اللي فوق ده اللي انا هحدده برضو بالازرق الغامق، هو ده المستوى اللي احنا رسمنا التقاطع بتاعه مع المحاور الرئيسية، هيقطع الاكس واي بلين في الخط اللي احنا رسمناه ده. طيب تفتكروا المنطقة بتاعتنا اللي متحددة بالفوليوم الحجم بتاعنا موجود فين؟ ادي القاعدة بتاعته، هي دي القاعدة اللي لونها اخضر، والجنب اللي كنا لوناه بالاسود هناك نتيجة التقاطع مع المستوى اكس
equal to y. ادي ده شكل الفوليوم بتاعنا، ده شكل الفوليوم، ده الجنب اللي ورا. لو حبينا نشوف القاعدة هنلاقي اللي هو لونها بالأخضر دي موجودة فوق الخط اكس بيساوي واي بيساوي اكس على 2، موجودة فوق الخط، يعني هي الحتة دي. لو جينا قارنا ال 3D بال الاريا او الاكس واي بلين اللي هو يبقى احنا عايزين المنطقة اللي لونها اخضر دي. طيب هسأل نفسي سؤال، هل هرسم شريحة افقية اكس واحد واكس اتنين، ولا هرسم شريحة رأسية اللي هي واي واحد وواي اتنين، ولا مش هتفرق؟ لو جيت رسمت شريحة افقية هلاقي ان اكس اتنين في الجزء ده، اكس اتنين على المستقيم اكس بلس تو واي بيساوي اتنين اللي هو المستقيم ده، وعلى الجزء التاني المثلث اللي تحت ده اكس اتنين هتتغير، هتبقى على المستوى التاني، فا اكس اتنين هتختلف، فهضطر اقسم التكامل لمثلثين، فانا مش عايز اعمل كده، يبقى الشريحة الافقية مش هتساعدني او هتكون اصعب. طب الشريحة الرأسية، لو جيت بصيت على الشريحة الرأسية الاقي ان واي اتنين في المثلث الاخضر ده دايما على الخط المستقيم اكس بلس تو واي بيساوي اتنين، وواي واحد دايما في المثلث الاخضر على الخط المستقيم واي بيساوي اكس على اتنين، يبقى واي وان وواي تو دايما ثابتين في المنطقة الخضراء، يبقى انا هستخدم شريحة رأسية. معنى اني هستخدم شريحة رأسية ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا هكتبها دي واي باي دي اكس. طبعا الزد زي ما هي مش هتفرق، امال ايه اللي انا بجيبه دلوقتي؟ الحدود بتاعة التكامل انا اللي هكونها، واي واحد بتساوي اكس على اتنين، واي اتنين بتساوي اتنين ناقص اكس على اتنين. طيب اكس وان واكس تو هو ايه؟ هو اول قيمة للاكس، الشريحة السودة دي عشان تغطي لي كل ده هتبتدي من اول فين؟ هتبتدي من اول هنا وهتنتهي عند النقطة دي، عند الاكس دي. طيب هتبتدي من اكس ايكوال زيرو، يبقى دي اكس وان، خلي بالك اكس على الشمال هي اكس الصغير، يبقى هي دي اكس واحد، يبقى اكس واحد بصفر. طب واكبر اكس، اكبر اكس لما الشريحة دي تفضل تصغر كده لغاية ما توصل للنقطة دي اللي هي عند اكس اتنين بيساوي كام؟ هجيبها منين النقطة دي؟ النقطة دي يا باشمهندس هي تقاطع المستقيمين دول، المستقيمين اللي اتمسحوا، فانا هدوس عليهم تاني، المستقيم الازرق الغامق المستقيم الاحمر، النقطة دي، النقطة دي هجيبها ازاي؟ ببساطة هتحل الخطين دول مع بعض، واي بيساوي اكس على الاتنين. طيب اعوض، ادي دول الخطين، اعوض الاتنين دول، يعني هشيل كل واي وحط مكانها اكس على الاتنين، هتطلع لي اكس زائد اكس بيساوي اتنين، يعني اتنين اكس بيساوي اتنين، يعني اكس بيساوي واحد، يبقى النقطة دي اكس اتنين هيساوي واحد، اكس اتنين هيساوي واحد، اقدر اعوض بيها جوه التكامل اكس اتنين بواحد. يبقى انا كده جهزت التكامل بتاعي، بقيت المسألة مجرد ان انا احل التكامل. طبعا انت مش هتلاقي مشكلة في حل التكامل ده، ممكن ابتدي معاك اكامل بالنسبة للواي الاكس ثابت، اتنين ناقص اكس كل ده في واي ناقص واي سكوير، عشان هقسم على اتنين فهتروح مع الاتنين دي، وارجع اعوض بقيم الاكس، وبعد كده هكامل التكامل التاني. طيب تعالى ننقل على السلايد اللي بعدها، ده شكل التكامل بعد ما عوضنا بقيم الاكس، يبقى ده الحجم اللي انا عايز احسبه، في تكامل تاني لسه هحسبه. بعد ما جمعت عوضت بقيم الاكس، دي ترمات الاكس اللي انا لسه عايزه اكملها، بقيت مسألة اكسات باور مختلفة، بزود الباور وبقسم على الباور الجديد، انا كده بكامل، فاضل ان انا اعوض مرة بالزيرو ومرة بالواحد، هو ده الفوليوم لتحت اللي هي في التتراهيدرون. طيب هتعوض مرة بواحد ومرة بصفر، بصفر هتختفي، وعند الواحد هيبقى تلت ناقص واحد زائد واحد، يعني الكلام دوت بتلت، وكده تبقى المسألة خلصت. صعوبة المسألة دي يا باشمهندس في ان انت هترسم 3D، ما تقلقش احنا بنشوف التقاطعات مع المحاور الرئيسية، نشوف التقاطعات مع الكوردينيت بلينز اللي هو اكس واي واي زد اكس زد،
وفي الآخر برسم الشكل 3D، بحدد ارتفاع الشريحة. أنا برسم ال 3D دي ليه؟ عشان أعرف ارتفاع الشريحة قد إيه، زد واحد بكام وزد اتنين بكام. حددت دول خلاص، يبقى أنا مش محتاجة 3D في حاجة تانية. فاضلي إن أنا أرسم الأريا. عشان أرسم الأريا بعمل ال X Y plane وبشوف التقاطعات مع ال X Y plane. يعني عند الزد بصفر، عند الزد بصفر يطلع لي خط مستقيم، وهيطلع لي خط تاني بقت هي دي المنطقة اللي أنا عايز أرسمها. ده كده ممكن هي دي الصعوبة الوحيدة اللي هتقابلها في المسألة دي، هي الرسم، إن أنت تعرف ترسم المنطقة اللي أنت بتكامل عليها. تعال نشوف آخر مثال معانا النهاردة. ده مثال مختلف شوية برضو، طالب مني إن أنا أعمل integration ومديني كل حاجة في المسألة، مجهز لي التكامل كله، فالمفروض إن أنا كده أنبسط لأني مش محتاج أرسم حاجة المفروض. فأنا هاجي أرسم، أحط الحدود كده وأبتدي أكامل e to the power x square بالنسبة لل x. هقف، لو حاولت تحل الكلام ده للسنة الجاية مش هتعرف. ليه؟ لأن أنا كنت بعرف أكامل e to the power x، كنت بعرف أكامل e to the power x square لو جنبها x. ليه؟ لأن الديريفيتيف بتاع ال x square 2x، فكنت بقوله اضرب في 2 واقسم على 2 بره، فأعرف أكامل e to the power x square وهتبقى المسألة اتحلت. المشكلة إن أنا ما عنديش الديريفيتيف بتاع البراكت ده، فدي كده زي ما هي مش هعرف أكملها. بس أنا كان نفسي في إيه؟ كان نفسي إن بدل ما أنا كنت هكامل بالنسبة للإكس أكامل بالنسبة للواي. يعني يا سلام لو كانت دي بدل ما هي دي إكس دي واي تبقى دي واي باي دي إكس. يبقى أحد طرق المسائل أو أحد الأفكار اللي ممكن تقابلني إن أنا أحتاج أنا اللي أغير الشريحة من غير ما هو يطلب مني. المرة دي أنا هغيرها لدي واي باي دي اكس. ليه؟ لان الفانكشن نفسها مش هعرف اكملها بالصورة دي. يبقى وانا جاي اختار الشريحة افقية ولا رأسية، لو في الحالتين الشريحة هتبقى ثابتة، الوايات ثابتة والاكسات ثابتة، يعني هما الاتنين مش هيبقى عندي مشكلة في اي واحدة فيهم، ببتدي ابص على الاف اللي انا هعرف اكملها اسهل للتكامل بتاعها، هيبقى اسهل، هي دي اللي انا بختارها. تاني انا هنا التكامل عندي صعب وهي دي اكس دي واي، فهحولها لدي واي باي دي اكس. طب بحولها ازاي؟ يعني كاني بحط المساله من الاول، كاني بحط المساله من الاول، يعني هغير الحدود. يبقى لازم ارسم المساحه اللي هتهرب فيها. امتى كان من حقي ان انا ابدل دول وبدل الحدود ما يحصلش فيه مشكله في التكامل؟ فوبيني قال لي ان في الحاله بتاعه لما تبقى الحدود بتاعتي كونستنتس، يعني لو كانت دي كلها ارقام، كان من حقي ان انا بدل الدي واي باي دي اكس وبدل الحدود ويبقى المساله هي هي. لا، الحدود بتاعتي مش كونستنت، يبقى مش من حقي ابدلها. امال هبدل ازاي دي واي باي دي اكس؟ لازم ارسم المساحه اللي انا بكامل عليها. طب المساحه بتاعتي الاكس، الاكس بتتحرك ما بين من واي على الاتنين لواحد، والواي من 0 ل 2. يبقى دي الحدود اللي موجودة في التكامل على الحدود بتاعة التكامل. هبتدي ارسمها واحدة واحدة. الاكس بتاع الواي بتاعتي من 0 لغاية 2، كده انا عرفت حدود الواي. طب والاكس؟ الاكس بتبتدي من خط مستقيم، الاكس بتاعتي ممكن اعملها بالازرق، من خط مستقيم اكس بيساوي، علشان نعرف نرسم المنطقه دي، اي منطقه يا شباب برسمها فيها انكواليتي باخد العلامه اليساوي وارسم الخطوط دي. يبقى اكس بيساوي واي على 2 واكس بيساوي 1. اكس بيساوي 1 اهو، لو هنرسمه كبير شويه بس عشان نكبر، اكس بيساوي 1 اهو. يبقى انا كده قفلت مربع، وعندي كمان x بيساوي y على 2، ده خط مستقيم بيقطع في الصفر، وايه كمان؟ 0 0. عايز نقطة كمان، عند ال x بواحد ال y هتساوي 2، مش ال y بيساوي 2x؟ يبقى ادي نقطة تانية، يبقى ادي الخط ده. طيب انا الشريحة بتاعتي او المساحة اللي انا هكامل عليها، المثلث اللي فوق ولا اللي تحت؟ على حسب الشريحة بتاعتي دي x، يعني الشريحة كانت عاملة كده، يبقى شد خط كده. اكس واحد فين؟ اهي اكس واحد اللي هي الخط المستقيم، دي اكس واحد، واكس اتنين بواحد،
يبقى دي اكس 2. يبقى انا بتحرك جوه المثلث ده، عرفت منين؟ عرفت من الحدود بتاعتي. لو كانت اكس 1 بصفر واكس 2 بواي على الاتنين، يبقى انا بشتغل في المثلث اللي هو الاخضر اللي هو اللي على الشمال. اوكي، يبقى على حسب الحدود بتاعة التكامل انا عرفت المثلث المساحة اللي انا هقشرها دلوقتي، هي دي المساحة الايه. انا دلوقتي عايزة اغير الشريحة واخليها شريحة رأسية. ليه عايزة اخليها شريحة رأسية مرة تانية؟ عشان مش عارفة تكامل اكامل التكامل زي ما هو كده، فانا محتاجة ان انا اغير التكامل، اغير الحدود، اخليها دي واي باي دي اكس. طب الواي بتاعتي كأنها مسألة من المسائل اللي فاتوا، الواي واي 1 بتتحرك على الثابت ده اللي هو بزيرو، واعلى حاجة اللي هي واي 2، واي 2 بتتحرك على الازرق. مين الازرق ده؟ اللي هو الخط المستقيم واي بيساوي 2 اكس. طب الشريحة السوداء دي ابتدت من اول فين لفين عشان تغطي المثلث الازرق؟ ابتدت من اول النقطة دي اللي هي عند الاكس بزيرو باكس 1 بزيرو، وانتهت عند اكس 2 بواحد اللي هي النقطة دي. يبقى ابتدت من زيرو وانتهت عند اكس 2 بواحد. طب هنا بقى التكامل يتحل في خطوة. ليه؟ لان ده بالنسبة للواي كونستنت، يبقى انا هحط جنبه واي. طب عايز اعوض بقيم الواي، مرة بزيرو ومرة بتو اكس، ولسه ما كملتش التكامل اللي بره، يبقى احطه اعوض، يبقى 2x e to the power x square. انا كده بمجرد ان انا بشيل الواي بحط اللي بيساويها، ماينس 0 مش هكتبه كده. انا كملت التكامل الاولاني وعوضت بيه، فاضل لي كامل التكامل التاني. حلو قوي التكامل ده. ليه؟ لان انا عندي exponential والderivative بتاعه جنبه. يبقى حل التكامل ده هو ال e نفسها اللي هي e to the power x square. اعوض مرة بالزيرو ومرة بالواحد، يبقى e to the power 1 ناقص 1. كده احنا حلينا التكامل، وزي ما انت شايف التكامل بقى اسهل كتير لما بدلت الحدود. انا كملت على نفس المساحة، فاحيانا بتبقى الشريحة تغييرها بيحللي التكامل. ويعني اما كانت شريحة افقية انا مكنتش عارفة كامل خالص. ليه؟ بسبب ان الاف نفسها وانا جاية اكملها بالنسبة للاكس هتبقى صعبة جدا. تمام، طيب ده كان اخر مثال معانا يا شباب، والسكشن دوت هتلاقيه موجود عندك في التكست بوك سكشن 16.3. يبقى احنا اخدنا 16.1 16.3، وان شاء الله نكمل المرة الجاية كيس 3 اللي هي البولر ريكتانجل. شكرا لكم.